السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. كيف ما شفتوا في العنوان، فيديو ديال اليوم غادي تكون روتيني ديال نهار السبت. وخا الصراحة ما عنديش اون روتين اللي غادا بيها ولا متبعاها كل مرة، وكيفاش كتكون وعلى حسب شنو عندنا ما يدار في داك النهار وشنو لي بلان اللي حنا موجدين لذاك النهار. كيف ما كتشوفوا البنات، بعد ما درت لي سوان ديالي وداكشي كامل ديال الصباح، اول حاجه كنبدا بها هي لا شومبر ديالي. بيان سور جيت كنجمعها وكنحل الشراجم باش كتهوى ويدخل شويه زعما الهواء النقي. واخا دابا الصراحه بدا كيتحرك البرد عندنا، المهم كنحلهم غير شويه كتهوى لا بيس وكنسدهم. من بعد جيت كنجمع لا كوافوز ديالي، صباحه مرونه كيف ما كتشوفوا، حيت نهار الجمعه كنا خارجين وجينا معطلين بالليل فما قدرتش نجمعها وبقات هكاك مرونه. مهم كنرجع كل حاجه لبلاصتها، بنتي حتى هي مزاحمه معايا بلي جوي ديالها فيما مشيت كنلقاهم. على منظر شحال كيفرح وكيطلع المورال منين كنشوفوا الدنيا هكا نقيه وكل شيء مرتب وكل شيء في بلاصتو، راحه نفسيه. صافي من بعد ما ساليت من لا شومبر ديالي غادي ندوز نجمع لولي ديال بنتي حتى هي. صراحه بديت معاها هكا زعما بديت كنحاول معاها مره انها تعلم تجمع ناموستها بوحدها، لكن خاصني حتى نوقف عليها حتى نكون حداها كنقول لها كل حاجه فين ديرها، حطي هذه هنا ديري هذه هنا. المهم راها باقا صغيره بشويه حتى تتعلم. هنا البنات جيت كنضبط الشوفاج في الدار كامله في كاع البيوت، حيت بدا كما قلت لكم الجو كيبرد عندنا. ومن بعد ديريكسيون لا كويزين باش نوجد لبنتي فطورها هي الاولى، حيت عندها ان كور دونغلي وما 9 ديال الصباح، يعني 9 خاصها تكون قدام البيسي، داكشي علاش طبقتها هي الاولى في الفطور باش هكا تكون واجده، يعني فاش غادي يوصل الوقت تكون هي فطرات ديجا. وهنا جيت كنوجد فطورنا، حنا غادي ندير اليوم الفطور اومليت بالخضره مع قهيوه. صافي نجلسو نفطروا على خاطرنا بشويه علينا، الفطور ديال الويكاند كيكون سبيسيال، ناخذ وقتنا نتفرجوا نجمعوا بشويه علينا، مهم ما زربانينش. مورا
الفطور جيت كنغسل دوك المعنات اللي فطرنا فيهم، ما كاينش بزاف الصراحه غير داك الشيء فاش فطرنا. درت واحد الجمعه خفيفه في الكوزينه، ما عنديش فيها الروينه بزاف حيت بالليل كنحاول نحيد عليا الماعن وداك الشيء كله اللي غادي يرول لي الكوزينه في الليل، كنحاول نحيدو عليا باش هكا في الصباح منين كندخل ليها كنلقاها نقيه، وكتعطيك حتى لونفي انك توجدي فطور زوين انك تدخلي ليها مع الصباح، حيت منين كتصبح الكوزينه مرونه البنات عرفتوا حتى راسك كتصبحي مرونه فيه، كتصبحي دايخه كتدخلي لديك الكوزينه ما عارفه منين تبداي، ما عارفه شنو ديري للفطور، كلشي مشتت كلشي مليوح. اللهم نغسلو معناتنا بالليل وهكا نبدا نهار جديد، نهار نقي ما باديش بالروينه من الاول. بعد ما غادي نسالي من الكوزينه البنات غادي ندير الغدا. بالنسبه لهذا النهار غادي ندير لهم طاجين بالدجاج والزيتون والفريت، كيعجبهم الطاجين بزاف كيحماقوا عليه، فغادي نديروا لهم الغدا بما انه اليوم السبت. المعدنوس قطعته، غادي نزيد 3 ديال الدريسات ديال الثومه، نص معلقه ديال الملحه حيت عندي غادي نزيد حتى السمن، هاد السمن البنات انا صوبته كنت صوبته في الدار. المهم نتوما ردوا البال يكون عندكم السمن حار باش ما يجيكمش الطاجين مار بزاف. غادي نزيد شويه ديال السكينجبير الابزار، ندير غير شويه حيت غادي ندير حتى شويه ديال الهريسه، غادي ندير الخرطوم، غادي نزيد شويه ديال القرفه البنات روحت شويه، الضامه ديال الزعفران غادي ندير غير نص تقريبا ديالها، انا عندي هذه كبيره، غادي ندير شويه ديال الماء فاش غادي نخلط هذيك العطريه، وما غاديش ندير الزيت دابا البنات باش الدجاج يشرب ليا زعما هاد اللقامه، حتى الاخير نديرو مع البصله فاش غادي نكون كنشحرها. صافي وغادي ناخذ دابا الدجاج البنات وغادي نبدا كنشرملو في هذيك العطريه. قلت لكم غادي ندير الهريسه البنات ونسيتها، غادي نزيد واحد شويه الهريسه غير شويه، هانتوما تعجبني انا الهريسه في الدجاج بالزيتون كتعطي مذاق زوين. المهم هنا البنات كما كتشوفوا درت، المهم خديت غير الطاجين الصغير هذا، مبغيتش ندير لاخر كبير بزاف، ومهم غير انا وبنتي وراجلي، خديت هاد الطويجين هذا درت فيه شويه ديال الزيت البلديه والزيت العاديه ودرت البصيله، غادي نزيد عليهم دابا الدجاج باش غادي نخليه يتشحر ليا زحمو هادشي. وهاد العطريه اللي بقات ليا البنات هانتوما غادي نزيد عليها شويه ديال الماء وغادي نديرها على الطاجين. الطاجين راه تقلى بدا كيغلي، كنبقى نهز بحال هكا وكندير فوق الدجاج. صافي دابا غادي نزيد غير الحامض كما قلت لكم قبيله وغادي نخليه يطيب، الطريقة ديال الحامض شوفوا يدي فيها العكر. صافي نزيد الطريقة ديال الحامض بحال هكا والزيتون غادي نخليه حتى الاخير تيطيب، شيو هادي هنا حتى يطيب الطاجين. جيت كنقطع الخضره باش غادي نوجد لولدي ما كلتو حتى هو، كل مره وشنو كندير ليها البنات على حسب داكشي اللي عندي في الثلاجه. اليوم درت ليه بطاط بروكولي اي كورش، هذا القياس اللي كتشوفوا كيقدني ليومين، كنقسم ليه ما كلتو على جوج وكنديرها في بواطه وكنخليها في الثلاجه حتى لوندوما عاود وكنسخنها ليه. على ما يطيب ليا الطاجينه البنات جيت خويت الثلاجه مسحتها وغسلت هذوك الشبيكات، المهم شاركتش معكم هاد لابارتي باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، المهم مسحتها مزيان بالخل والماء وغسلت هذوك الشبيكات ومسحتهم حيت اليوم عندي التقديه باش هكا ملي نجيب التقديه ديالي تكون الثلاجه نقيه ومنظمه، يعني ماشي حتى نجيب التقديه عاد نبقى داكشي مشتت وانا كنخوي في الثلاجه ونمسحها.
صافي الطاجين ديالي طاب البنات كيف ما كتشوفوا، جا معلك ومضغمر. مباشره مورا الغداء البنات خرجنا باش ما نضيعوش الوقت، حيت كنت باغا نمشي للايكيا هي الاولى، عاد من بعد نمشي نتقطع. انا كيعجبني نمشي للايكيا مره نمشي نشوف شنو كاين، نشوف الجديد ونضرب دويره. رجعنا للدار البنات، غير بدلت حويجي وبديت مباشره كنقاد كل حاجه في بلاصتها. داكشي اللي كيدار في الثلاجه درتو، اللي كيدار في البلاكارات رجعتو ليهم. المهم حيدت عليا اللوينه قبل ما نجلس، حيت الا جلست صافي كنفشل، الا جلست غادي نعجز نعاود نوض ليها وغتبقى تما داكشي يبقى حتى الصباح. اللهم نحيدو عليا دابا واخا العيا، باش من بعد صافي كنمشي ندير لاغوتين ديالي ديال الليل، ناخذ لادوش ديالي، هي ديالي زعما نرتاح فيها، نشوف انا شنو خاصني، لي سوان اللي باغا ندير، الا كاين شي ماسك نديرو، نشرب قهوتي على خاطري. ماشي النهار كله حنا كنجريو نساو راسنا. صافي هنا سالات لاغوتين ديالي البنات، ديجا راه كانت 7 ديال العشيه، غادي ندخلوا في لاغوتين دو سوار. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم، ما تنسونيش من لايكاتكم وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوني. تابعوني البنات على الانستغرام، هو هذا اللي كاتبه في الشاشه ماريكان دابون يوتيوب. تهلاو فراسكم، السلام عليكم.